مشاهدينا الأعزاء، حياكم الله في هذا الموجز من قناة التناصح. بحث رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية الأحد، بحث خلال اجتماع مع مدير وموظفي إدارة الحج والعمرة، بحثوا آلية عمل الإدارة وترتيب العمل على ملف خدمة حجاج بيت الله الحرام للسنة الحالية. الاجتماع أكد على أن إدارة الحج والعمرة التابعة للهيئة العامة للأوقاف هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن موسم الحج القادم، وذلك بناء على قرار الحكومة الانتقالية رقم 47 لعام 2012. وناقش الاجتماع سبل عدم تكرار ما حدث خلال موسمي الحج الماضيين من تجاوز للهيئة. الجدير بالذكر أن هيئة الرقابة الإدارية قد أصدرت قرارا يفيد بأن خدمة حجاج بيت الله الحرام هو من اختصاص الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية. أكد مصدر من مجلس شورى ثوار بني غازي لقناة التناصح الاثنين مقتل عنصرين تابعين لقوات ما يعرف بعملية الكرامة في الاشتباكات التي تشهدها منطقة جنفودة. المصدر أكد على أن العنصرين قتلوا أثناء محاولة تقدمهم في محور جنفودة صوب تمركزات مجلس شورى ثوار بني غازي. هذا ويشهد محور جنفودة اشتباكات وصفت بالعنيفة تحاول فيها قوات ما يعرف بالكرامة التقدم صوب تمركزات مجلس شورى ثوار بني غازي. قال مفوض وزارة الخارجية بحكومة البعثة الأممية محمد السيالة، قال إن مجرم الحرب خليفة حفتر هو جزء من الحل وليس المشكلة، والاعتراض على كونه عين من قبل مجلس النواب المنحل قائدا عاما للجيش. سيال أكد في حديث لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أكد أنه لا توجد أي مشكلة مع حفتر في حال قبوله أن يكون تحت القيادة السياسية، معتبراً موافقة حفتر للقاء السراج تبشر بالخير حسب وصفه. في الخبر الأخير لهذا الموجز، حيث قال الناطق الرسمي السابق باسم عملية البنيان المرصوصة في سرت محمد الغصري، قال أنه تم رصد 4 مواقع تتمركز فيها بقايا عناصر تنظيم الدولة في محيط مدينة سرت. وأضاف الغصري في تصريح له الاثنين أن 250 عنصرا من عناصر التنظيم بينهم 50 فردا بعد هروبهم من بني غازي في الفترة الماضية قد باتوا ينتقلون بين بوابتي جرزة ووادي بي. وأكد الغصري وجود خسائر كبيرة في صفوف التنظيم بعد قصف جرى الأحد على بوابة جرزة، وأن القوات ستستمر بالتعامل مع بقية المواقع حسب الخطط الموضوعة. ختام الموجز، إلى اللقاء.